أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الحرص على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة بما يحقق مصالح البلدين عبر الاستفادة من الإمكانات المتوافرة لتطوير هذه العلاقات. ولدى لقاء سموه بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في قصر الإقضيبية اليوم مع وزير خارجية جمهورية قبرص سعادة السيد نيكوس كريستودوليدس، رحب سموه بزيارة الوزير إلى مملكة البحرين وتم استعراض سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك. وقد أبلغ الوزير سموه خلال اللقاء تحيات فخامة السيد نيكوس أناستادياس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، حيث كلف سموه الوزير الضيف بحمل تحياته إلى فخامة الرئيس. كما تناول اللقاء عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب سعادة وزير خارجية جمهورية قبرص عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على فرصة اللقاء، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين.